السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جئناكم في مقطع جديد، وهذا المقطع سوف يحتوي على مجموعة من الأخبار الخاصة بلعبة Resident Evil 8 Village. Don't shoot. Get down. أستيك جيمرز يرد على أحد المتابعين. Resident Evil Village سوف تحتوي على شخصيات جانبية وسوف تلعب دورا مهما في القصة. سوف يكون على طول المغامرة في لعبة Resident Evil Village. هناك مواجهات كثيرة مع المتحولين والمسوخ، وسوف يكون هناك أشخاص عاديين سوف تقابلهم ولهم دور في القصة المرتبطة باللعبة، ولكن ما لم يوضحه المصدر ما إذا كانت هذه الشخصيات قابلة للعب أم سوف يكون أيثن هو الشخصية الوحيدة التي سوف نتحكم بها. المسرب المعروف أستيك جيمر رد على تساؤلات أحد المتابعين، ما إذا كانت اللعبة ستحتوي على شخصيات جانبية مثل لعبة The Evil Within 2؟ فرد عليه: ليس هكذا بالضبط، ولكن هناك الكثير من الشخصيات الجانبية في Resident Evil 8، وسوف يلعب القرويون دورا أكبر بكثير مما يفعله سكان المكان. عادة في ألعاب Resident Evil السابقة إن أهالي القرية مهمون للأحداث، وعدد منهم مجرد أشخاص عاديون. من الواضح أن لعبة Resident Evil Village سوف تقتبس الكثير من الأفكار من لعبة Resident Evil 4، من ضمنها سكان القرية، ولكن سيكون هذه المرة لهم دور كبير وفعال سواء في مساعدة بطل اللعبة أو ربما في معاداته. بحسب المسرب فاللعبة ستكون هي الأطول من بين جميع الألعاب التي تم تطويرها بمحرك RE Engine، ولكنها لن تكون طويلة جدا، وستكون أطول بحوالي الساعتان أو 3 ساعات من الجزء السابع، مما يعني بأنها قد تقدم ما بين 10 إلى 13 ساعة من اللعب تقريبا. مرة أخرى أستيك جولم: كابكوم لم تحدد بعد موعد صدور Resident Evil Village داخليا، وقد نراها بالربع الثاني من العام 2021. طبعا كانت التقارير الأولية تشير لحصولنا على اللعبة في الربع الأول من العام القادم، ولكن يبدو أن بعض الأمور قد تغيرت داخل شركة كابكوم بخصوص موعد الإصدار. طبعا المسرب اللي هو أستيك جيمر أو جولم أشار من خلال تغريدة جديدة بأن اللعبة قد تصدر بالربع الثاني من العام القادم 2021. طبعا كابكوم داخليا لم تثبت موعد إصدار نهائي للعبة، وسوف تكون قد قضت 4 سنوات في مرحلة التطوير مع صدورها. شكرا لكم على حسن المتابعة، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة ونشر المقطع. حياكم الله.